تعال 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 نروح نخبره عن المشروع. هلا بي اكيد رح يعمل انه ما بتزبط ونحط شروطها. نخبركم عن مشروعنا اليوم. هيدا هيدا شو ذاكر سيارة المرحوم مفيد بلا ما نظبطها بلا شيء ونطلع فيها على الأرز. مفهوم؟ مفهوم؟ طلع شكرا لأنه بالنزلة أسهل من أنها تطلع لفوق. لا بس بدنا نجرب شو بنحط لها بنزين زيت نطلع معك اتكل على الله. بدنا نطلع معنا بيك ما فيه تفوت بس أنا منتفق. جورج لحق بالبلاطة؟ لا بس هيك حيصير اذا ما قدرنا نكفي الفيديو على البلاطه على هيدا ما نطلع على البلاطه ونكفي على البلاطه. شو الشرط انه رح نوصل ونرجع توصل؟ رح جيب لك تفاح من فوق. اذا جبت تفاح من فوق انت اذا قلت لي ما رح نوصل ما رح تعمل كيهم رح اخطك فيهم. شو لا بس هلا انه الهدف لفوق شو فيه يعني هدف تفرجي انه مرسيدس هالقد قديمه وصار لها زمان مش ماشي فيك بس تحط لها بنزين توصل فيها لوين ما بدك وترجع غير سيارات الجديدة. يعني عم تخرب بيت شي 100 واحد عنده مرسيدس قديمة يطلع مثلك بحط 300,000. خير بدكم شي؟ الله ايه خلص اعطيك العافية. بس قول باي للكاميرا. طيب نحن نطلع نحن بنطلع باي موفقين. هيدي مش للكاميرا لابني بسام لابني بسام. يعني شو بدي اقول لكم انه موبايل بلش المشوار كثير بوزيتيف سوبر بوزيتيف. هذا عادة بدور بدنا نزيحه كرمال نطلع هديك بس فضيت البطارية. بدنا ندفشه بس ما بعرف اذا نزول او طلوع. هيدي بسموها بقرة بلبنان بس هو هيدا اذا هي بقرة هيدا عجل. بس انا صار لي جمعة بروح الجيم. Hey guys ما راح يدور معنا هيدا الحمار. So اذا بتجي بتصور معي قديش عنا سبيس ما بعرف اذا رح فينا نمرق المرسيدس من هون. يعني I don't think it's possible. عندنا هيدا السبيس بس شي متر ونص تنجرب نقطع 280 SE S منا SE من هون. اوكي سو تندور 280 SE اتليست بدنا بطارية لانه ما فيها بطارية. بس حناخد بطاريته للـ FJ لانه شغالة مع انه فضيتها. البطاريات برا بيكون لهم اسم. هي مشتري من لبنان اسمها منير 2. اوكي سو هيدي الستار تبع اليوم كانت مجوية كتير وكلها عفنة وكل مش دايرة. صار لها 15 سنة. المشوار الوحيد اللي عملته من 15 سنة لليوم هو من هيدا البيت لهيدا البيت. سو بيسكلي شي 50 متر بلا ما نفحصها بلا ما نعمل شي رايحين فيها صوب حصرون. سو ما بعرف اذا حنوصل بس the idea is to show كيف an old Mercedes S class can do the job no matter what. بس نفرجي الفرق بين السيارات القديم والجديد. سو حتى الانجن باي ليكم مبين قديش صار له مش داير و it will make it. بس حنشيك على المي حنشيك على الزيت في الفريم حنشيك على زيت الموتور. انا مفروض كنت افحصها قبل ما نروح وكذب عليكم قلكم ما فحصناها بس عن جد ما كان معي وقت. يعني عن جد رح نضحك. Okay guys the good news is ما فيها مي بالمرة. يعني I don't know شو ما بعرف شو هي وين رايحة. اوه بس ليكو لونه مثل الزيتون الاسود. مشروع اليوم هو التشالنج
هي انه بدنا نطلع نشتري تفاح او شي فواكه ونرجع نبيع اغراض بهيدي السيارة على الاوتوستراد، نبيع في خضرة. بس ما بعرف قد ايه حتزبط معنا. وذا ايديا از ليش عم نعمل هيك، لانه هالسيارة كثير من الاونرز تبعهم بعدهم بيستعملون للشغل، و it just shows قديش هيدي السيارة لويل للاونرز تبعها. طلع اكيد منك لابس، اكيد منك لابس ابيض على هالمشروع. ها هو الشخص اللي حيطلع معنا رفيقي. اوكي هلا بدكم تقولوا لي كيف بدي اطلع من هون. هذا ما عم بدور هيك؟ لا منطر الورق ما بيكرر بروس، انا ساعتها بشد فيه. يا لطيف بهاء ولا بهلي؟ بدل ما اكون قاعد مع عائلتي مروق راسي. كيف بدك تمرقوا السيارة؟ ده اسعى كثير. لو كيف عن جد كيف بدكم تمرقوها؟ بدي مرقها من هون. أعوذ بالله. لك مين جاي معنا؟ بتعرف انه هي ابني جوني اسمه. صوره مع هي حفيدك. ما فيها بنزين، ما عم بيصل له بنزين للموتور. شرموطه شو هالبسات؟ هي بتطلع هلا بتطلع الشرموطه. صار نص الدولاب برا. خلص 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 دربي. هلا انت شو سالتني من شوي؟ اذا تروقنا. هلا فكرك بسام قصاف ما بيفكر بالترويقه؟ وين حنتروق فوق؟ اسمعني مزبوط قبل ما تعلق. هي بركي ما وصلنا. ما هو ليه معقول ما نوصل؟ بدها تحمى السياره صح؟ صح. شو جايب معي اذا حميت السياره؟ ترويقه. خبزه وجبنه تنعملهم توست على الموتور. بدك بطل يا قصاف. هي شو بيسموه؟ بين السلق والشوي يعني؟ شكلنا من هون رح نضل نتروق عند انت معي. روش شو هالصوت؟ هيدا غطا موتيرك لانه ما سكر. برو كل السيارة عم ترجل. ايه ما هو غطا موتير كثير، مش اثنين هون. شفت بس هون عليك كيف بتكفي مشوارك ورواق بالصوت؟ برو حاسس كأنه ما بها شيء. شي من قروشي من هون بيعوا هون. هو اصحاب المساء قطع مطارح حيطير علينا لايك دي صار عيلة. وقف ومنكفة السيف. اغراض التجارة تبع شكة. كعك وكواسون. انت ما عرفت انا ليش كل الكعكة. فكرك انه انا انسان منيح؟ لا انا انسان ماني منيح. بشيتهم لانه هلا السياره شو ما عم يصير فيها تفرط صح؟ هي اكيد داعينا هلا. اكيد قال الله يوفقهم. بقى هلا صار عندنا كم دعوه منيحه، هي طارت السياره. هي اول اس كلاس انعملت. كان في قبل مرسيدس مثلها بس منهم اس كلاس اسمه. هي الاوفيشال اس كلاس. اوكي؟ وهي السياره كان فيها اكبر موتور عملته مرسيدس 6.9 لتر. بتاخد 12 كيلو زيت. عارف كيف؟ وهي السيارة كتير تايمليس الديزاين تبعها لدرجة انه هذا الشكل الضوان مع الجريل ضلوا مان لهلا هيك. هي بلشت ب 72 72. وجايز ركزوا جبتلكم فيها راديو. كمان هذه السيارة فيها موتور كثير ناجح اسمه 280S. الاسي احسن، الاسي فيها انجكشن. هي كاربس سو كاربس مش كثير. وهيدا الفيلور سموه فيلور، هيدا كمان كان يورو سبيك، ما كان يروح عند الامريكان. الامريكان كان ياكلوا كثير ماكدونالدز سو بينزل صوص على الفرش وهيك، كان يشرب كثير جلد.
الاوروبيين كانوا كلاس، كانوا يطلعوا يروحوا ياكلوا باستا. كثير بتعمل اصحاب بهالسياره لانه بفكروك انه شاغل معهم او شيء هيك. على فكره كثير نعمه السياره، ما عم صدق يعني، ما كانها دايره. ممكن بس تمشي بدها مينتننس، بس انه ما كانها دايره مان. بس لكم شيء على السريع، هيدا الفانتس وهيدا الديزاين هلا صار بالاس كلاس 2022. So basically عنده هيدا وعنده هول الريكتانجلر فانتس، بس هون في فرق انه في سكرين كبيره كانه ايباد. برو او ماي جاد، اسكتوا ليه برو؟ ات وركس. اوكي جايز، هلا عباينا بنزين، بركي بتمشي شوي السياره مزبوط، لانه كان بالمره. سو كان في من هالسيارة 450 و 450 6.9. بتعرف كيف تعرفهم من بعض؟ أو لا؟ ال 6.9 عندها الزيت الموتور بتحطه من الجنب هونيك، مش فوق الموتور. يا ولا ولا بتعرفهم هؤلاء اللي بيصرخوا؟ ولا كويس. كل ما تسوقنا اقل كل ما ينتجعوا. يعني هلا هالسياره مفروض اذا ما حميت او وات ايفر مفروض باخر النهار تصير سوبر. يعني كل ما تسوقها كل ما احسن لها للسياره، بس هن بضبوهم وبتخرب السياره بارضها. بهاء هلا تذكرت شغله، ان هالسياره جبتها من عند جيراننا على البيت، حطيت لها حبلة على الإشابون لأنه كان خابط بالأرض. سو كثير معقول يوقع الإشابون معنا. سوري الأشكمون. جايز خلينا ننزل نشوف. عشت الاكزاست، عشت الاكزاست. We are going to cook food. جايز عملت لكم خبزة وجبنة. جايز هلا وصلنا على حسرون وبدنا نفتش على محل خضرة. كل الليمون مع السحارة طبعا، يعني مش السحارة والليمون. بدفع الصندوق 14000، بتدفعها 14000. ما عندي مشكلة. اوكي؟ سو بدنا نجرب نحطهم بصندوق السيارة ونشوف قد ايه بيساعد معنا، واللي بيساعد ونشتريهم. تعال نفضي الصندوق بالأول. لأنه شفينا كثير قصص. بتدفع التقليد، ما فيك تحطه بس كله على الإيدين. شو بدي احكي عن الدنيا؟ 17 كيلو. هلا ليك يمكن جرب تهرب بس ما بدك ماشي بالسيارة؟ يعني هلا بدي اهرب. ما بدك تهرب، خذ المطرح. ما بدك تهرب يعني بصير يعني احيانا اركض فيهم. على الدولار ولا على اللبنان بدك تبيعهم؟ دوق واحدة اللي تفضل دوق، كلهم طيبين. بدك اياها كلهم طيبين، بدك تطلع مني مصريين. هيدي هيدي عادة بتذوق المنيحة. ايه كيف بدك اياها كلهم سوا منيح. اوكي ولا حبة عندك هون بيعرف تحملوا هيك كله سوا تحطوا؟ ايه بس ما زينه. شو بدك فيه؟ بدك زينه. لك ما سحبت عليها.
انا ما بعطل. بدك شيء حبيبي؟ الله يسلمك. هي ما عزمناك، تعال عايزك ضيفني. المطبخ اللي على الطريق. ايه ازيك حلومه. بدك تاكل قبلي بس. الله الله. ما في كده عزيز. انا يا مرتي حتشوفينا اليوم على اليوتيوب ان شاء الله. هذا اي مدى راح يظبطني فيه. ورقه صغيره عم بدوري طفلي لانه فلت لشابون محله. اوكي اميزنج انه المساحات بيشتغلوا، ما بعرف كيف بس الفيزيبيليتي صارت طبيب كثير واطي. وشوفوا هونيك فرجيهم بنتي. There is no visibility. طلع واقع الاكزوست كل الطريق ومانا عارفين. مش كده الطريق يعني نص الطريق. It's on the fucking floor. راح كفوا فيها محل الاكزوست. بدي اعلق بالنص. بس ورق. عوايف يا عمو. بدي بس علقه لانه فلت معي بدي روح افرطها لهالسيارة. اوكي جايز سو حطينا الخضره وحاطين فري بس ما حدا عم يوقف. قلت انسان عم سال يعني صراحه ما عم يمشي الحال. حتى ببلاش ما عم نقدر نبيع وضعتنا لانه لبكي ياخذونا على بيوتهم ويجوا ياخذون بالبنزينات تبعهم. عن جد ببلاش فري وحياه الله فري. صراحة كنت طالع شفت العسمات شفت الملكة ولا فاتي نظري بعدين شفتك حامل فري فري قلت هنشوف شو القصة. Guys thank you for watching. Please subscribe on YouTube. فنضلنا عم نعمل كل هالفيديوز ويلا باي.